الله الله الله. المقدمة إذا مع السندباد، صالح بن حمد القمر المري يقدم شاهين في المقدمة ويحتل شاهين الصدارة. للسيد صالح بن حمد القمر المري يضمر شاهين صالح بن حمد بن هاملة. المركز الثاني ظبيان للسيد جابر بن علي بن جرحب المري. متابعتنا على المركز الثالث لأجد مزاحم يزاحم بقوة ويأتي الإمداد ويأتي مشاهدين الكرام شعار صالح بن حمد القمرة ليقدم المساندة لشاهين من خلال اندفاعة مزاحم. يضمر مزاحم أيضا صالح بن حمد بن هاملة المري. أتابع مبلش يحتل المركز الرابع للسيد مبارك بن قطامي المري. وخامسا أجد هنا الريان للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري. ها هي نتيجتنا للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في شوط كأس الإنتاج. الله، كاس وبعد وين؟ كاس للإنتاج. يا سلام، شوفوا 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 التسلل. هنا شاهين مرة أخرى يعود إلى موقعه الذي كان عليه منذ الانطلاقة للسيد صالح بن حمد القمر المري. يضمر صالح بن حمد بن هاملة. المركز الثاني أيضا ذات الشعار ونفس المالك والمضمر صالح بن حمد القمر في الملكية وفي التضمير بن هاملة صالح. المركز الثالث أجد جابر بن علي بن جرحب المري يقدم ظبيان ممنيا النفس بانتزاع هذه الكاس. المركز الرابع المستحيل او هنا شعار مضمر القرن، هذا الشعار العملاق، الشعار الذي له حضوره في كل ميدان وفي كل زمان. فيصل بن طالب بن شريم المري يعبر عن تواجده من خلال انطلاق ظبيان في المركز الرابع. بينما المركز الخامس اجد بواج ايضا لصالح بن حمد القمرة، ما شاء الله تبارك الله، حاضر بانتاجه المميز. هنا السندباد يقدم لنا ايضا بواج من يتقدم الى المركز الرابع. الله الله الله، نشارف على الكيلومتر الاخير، على كيلو الحسم، على كيلو الحزم والقوة. يا سلام، كيلو الحسم وكيلو الحزم وكيلو العزم ايضا. اذا المقدمة هنا مع ظبيان جابر بن علي بن جرحب المري، ولكن الكاموخة. الله يا شاهين، محمد بن علي بن مبارك الكاموخة المري يتقدم تقدم ممتاز الى المركز الاول مباشرة. اي انتقال هذا يا المغامر. الله، انطلق شاهين. علي بن مبارك الكاموخة او محمد بن علي بن مبارك الكاموخة يتقدم مع شاهين في المركز الاول. المركز الثاني ظبيان جابر بن علي بن جرحب المري. المركز الثالث هناك مهيض لفيصل بن طالب بن شريم المري. يا سلام، كأس الانتاج بمن 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 لمن ستسجل هذه الكأس. اذا ما زالت الامور تسير في مصلحة شاهين. محمد بن علي بن مبارك الكاموخة المري، ظبيان يحاول للسيد جابر بن علي بن جرحب المري، ولكن يا بو أقلعت الخطوط الجوية الشاهينية بقيادة الطيار، بقيادة الكابتن محمد بن علي بن مبارك الكاموخة المري. خلاص، إلى مهبط الكاس، إلى مهبط الكاس. هناك مشاهدين الكرام يرتفع ويتقدم، يتقدم حيث يكون الأبطال، حيث يكون المميزين. تهانينا للسيد محمد بن علي بن مبارك الكاموخة على فوز شاهين وانتزاعه لكأس الإنتاج. المركز الثاني كان من نصيب القاصد الفيصل بن طالب بن شريم المري. المركز الثالث كان من نصيب ظبيان للسيد جابر بن علي بن جابر بن جرحب المري. المركز الرابع جاء في بواج لصالح بن حمد القمرة. والمركز الخامس كان من نصيب مبلش للسيد مبارك بن قطامي المري. مشاهدينا الكرام، واعتقد بان التوقيت الزمني ايضا قد تحطم في هذا الشوط مع الذي أقلع في الأمتار الأخيرة، عندما أحس بالخطورة، عندما صدرت عليه التعليمات قال أنا هنا مستجيبا لك يا الكاموخة، أقدم العطاءات، أقدم المستوى الذي يجب أن يكون فيه شعارك. 4 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا إذن للسيد محمد بن علي بن مبارك الكاموخة على الناموس وعلى الكأس وعلى التوقيت. 4 دقائق 28 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهنئتنا نزفها من أعماقنا صادقة خالصة للسيد محمد بن علي بن مبارك الكاموخة. أما المركز الثاني
فكان من نصيب القاصد الذي حل في المركز الثاني بتوقيت قدره 4 دقائق 32 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهنياتنا لمضمر القرن فيصل بن طالب بن شريم المري. في المركز الثالث جاء ظبيان قاطعا المسافة في زمن مقداره 4 دقائق 36 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك ظبيان الفائز بالمركز الثالث جابر بن علي بن جرحب المري. أيها الحفل الكريم، هذه هي أجواؤنا في الشحانية، هذه هي منافساتنا القوية، هذه هي التحديات في ميدان التحدي. هذا هو مشاهدينا الكرام عرضنا المعاد لفعاليات منافسة الشوط الرئيسي الخاص بكأس